أعين العالم كانت مصوبة نحو الجزائر. على مدار 3 أيام توالت فعاليات القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز. بوادر الإجماع والتوافق بدأت تتضح مع انطلاق الاجتماعات التحضيرية ثم الاجتماع الوزاري الاستثنائي. الرؤساء والوزراء بدأوا بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى على المركز الدولي للمؤتمرات لتنطلق فعالية القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بكلمة الرئيس عبد المجيد تبون. تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي. توالت كلمات رؤساء الوفود المشاركة، الغالبية يجمعون على حماية مصالح المنتجين والمستهلكين وترقية التعاون لتطوير صناعة الغاز. لا يمكن أن نرفع شتى أنواع التحديات إلا مجتمعين متشوفين متطلعين إلى مستقبل أفضل. نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من التقارب والتوافق بين المجتمعات والتشاور بين الحكومات والجمعيات الدولية. ختام القمة كان مسكا وانتهى الاجتماع بالإجماع، وظهر إعلان الجزائر متكيفا مع المستجدات ومحققا للتطلعات. إن هذا الإعلان هو خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية، تؤكد عزمنا الراسخ على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة. بحضور نوعي ومشاركة قوية انتهت القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالإجماع على رسم خارطة طريق جديدة لتطوير صناعة الغاز والتأكيد على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها الغازية.